السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كان يا زعماء؟ فيديو اليوم شو راح نلعب؟ تي كوين ايفنت. تمام، مع مين؟ مع الزعيم شانكس علي 960 سابقا والزعيم اسماعيل. اوكي، طبعا الهدف من هذا اللعبة شو الهدف من هذا الفيديو؟ انه نحن راح نحاول نعمل هذا الانجاز اللي هو الباونتي هانتر، انك انت تقتل شخص وشو هو معه اكثر من 75 ذهب. فنحن راح نركز على شخصين ونعيف شخص ثالث نتفق عليه ما يقتلنا، ما نقتله وعيفه يقتلنا وياخذ الذهب تبعنا، بعدين حدا مننا يقتله مشان نحقق هذا الانجاز. بدا مسلق الفيديو، انزل دوس اما اللايك وخليك معنا. يا حرام يا حرام. اوكي معلش، كانت هاي المحاولة الأولى، رح نحاول مرة تانية وشوف شو رح يصير معنا. ما مرة أخرى لم تزبط معنا. جد التحدي صعب. اوكي شباب، بما انه والله ما زبطت معنا مرتين، شو راح نعمل؟ راح ندخل نلعب عادي ونسفح فيه ونلعن ابو امه على ابوه، لانه عن جد يعني قهرونا مرتين. عم يخلص الجيم فجأة، ما احنا ما عارفين، احنا بنكون بس عم نروح نلم جوار نعطيهم اياها لشخص معين. ف احط لكم هلا النتيجتين تبعاتهم، لانه عن جد انقهرت يعني. فشوفوا هلا شو راح يصير فيهم. اوكي شباب، طبعا مثل ما انتم شايفين ضدنا هوالينج جلوريا وروبي. تمام، ومين ضدنا؟ هو شخص من كلان 2TS، هذول الكلان اللي ترتيبهم الثاني على العالم يعني هيك على اساس. فشو راح يصير هلا؟ راح يصير انه ندعسهم دعس، لانه نحن كنا ما عم نلعب. حرام والله ضربت الضربة الثالثة، عن جد حرام. اوكي كفو شباب، شباب ايش رايكم تلموا؟ عايزكم ما عم تلموا. يا بطل وينك جلوري؟ ليش هيك؟ هن كثير بعيدين عن المكان اللي انا فيه. اوكي انا شكلي يلا شو راح اروح اعمل؟ راح اروح الم والله ما حدا بيجي بالنص يا علي. عشق الله استغفر الله. شباب هيلي تفلي. اوكي بالنص 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 بالنص. قسم بالله ما شفت حدا. وينهم؟ والله
خلاص طير 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 وحوش حبيبي شباب. هذا 2 تي اس سعيدة عست عليه تمام، بس شو اسمه متت قتلتني جلوريا. وحش يا اسماعيل وحش. ليش من تكتك شوي الوسخ عنده الباسيف ابيليتي. الباسيف ابيليتي تبعته هو لينك، شو بتعمل؟ بتعطي رادار، فلو حتى انت امير راح يبين عنده هو. اوكي صار هذا الجيم ظريف ها، في لعب يعني. شباب وينهم؟ ما ادري والله. انا صعود قربتني الطرف الثاني، الطرف الثاني اسماعيل لم لم انت لم تمام، لان احنا متفاضلين اليوم. هلا يفوزون في الفوق على يمين استشهدت، انا استشهدت بالنص كثير، معي جواهر بالنص، بالنص مليان جواهر. كيف 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 اصمد 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 جايين. كفو كفو الشباب، كفو 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 والله. وحش اسماعيل ووحش شانكس. ها يا شباب طبعا مثل ما انتم شايفين ما قدرنا نحقق الانجاز، الانجاز عن جد جدا صعب يعني. لعبنا جيمين وهذا الثالث كمان وما عرفنا نحقق الانجاز. فشو رح نعمل؟ رح ننزل هلا نحط لايك للفيديو ونكتب تعليق حلو مثل كون تمام، وتشوفوا الفيديو رح يطلع لكم، الفيديو رح يطلع لكم هون. اشترك بالقناه وفعل زر الجرس، فوت على قناه الديسكورد، عندنا حرب كلانات الاسبوع الجاي. وطلب اخير في صديقنا عنده فحص اسمه محمد اللامي، فيا ريت كلياتكم تدعوا له بالتوفيق. سلام.